بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف السادس ابتدائي، أهلا ومرحبا بكم معنا اليوم أولى دروس فروع القراءة في مادة اللغة العربية للصف السادس الفصل الدراسي الأول، ألا وهو درس مفتاح النجاح. طبعا في البداية كلنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا، وكل واحد مننا بيتمنى أن يصل إلى هدفه الذي يبتغاه ويريده، ولكي نصل إلى هذا الهدف لابد أن نعمل ونجتهد. ولكن في هذا المشوار الطويل يواجه الإنسان عدة مشكلات وعدة صعوبات هي التي تقف أو من الممكن أن تقف حاجز أمام الإنسان في تحقيق هدفه. ولذلك فيجب على الإنسان ألا ييأس وألا يستسلم إلى هذه الصعوبات، بل يجب عليه أن يعمل ويجتهد لكي يتغلب على هذه الصعوبات والمشكلات ويصل إلى الهدف المنشود الذي يريده. من خلال درسنا النهاردة هنعرف إيه هي الصعوبات اللي ممكن تقف قدام الإنسان، وإيه هو واجب الإنسان نحو هذه الصعوبات، وإيه هي العناصر التي تتوفر لدى الإنسان لكي يتغلب على هذه المشكلات ويصل إلى الهدف الذي يريده. هنبدأ الأول كده في البداية نقرأ الدرس مع بعض. يواجه الإنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة، عليه ألا يستسلم لها، وهو يتطلع إلى المستقبل ويحلم بالنجاح. فالنجاح هدف الإنسان، ولكن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى مجموعة عناصر تعينه على مواجهة الحياة وتساعده على الوصول إلى النجاح، وهذه العناصر الستة مفتاح النجاح الحقيقي. نيجي بقى في البداية كده نعرف معاني الكلمات المهمة. بيقول لي هنا إيه؟ يواجه الإنسان، يواجه. نيجي الأول كلمة، يعني إيه يواجه؟ يواجه أي يقابل، يواجه الإنسان أي يقابل الإنسان. يبقى يواجه معناها يقابل. طب عكسها ايه؟ عكسها واحد بيقابل، عكسها ينسحب. يبقى يواجه يعني يقابل، عكسها ينسحب. يواجه الإنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة. نيجي لكلمة عقبات. عقبات هنا يعني صعوبات ومشكلات. طيب عقبات هنا جمع مفردها عقبة، مفردها عقبة. عليه ألا يستسلم لها. يستسلم أي ينهزم، يستسلم يعني ينهزم. طب عكسها ايه؟ واحد بيستسلم، عكسها يقاوم. يستسلم يعني ينهزم، عكسها يقاوم. عليه ألا يستسلم لها وهو يتطلع إلى المستقبل. يتطلع يعني يأمل أو يرغب فيه، يتطلع يعني يأمل أو يرغب في المستقبل. ويحلم بالنجاح، فالنجاح هدف الإنسان، ولكن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى مجموعة تعينه أي تساعده، تعينه على مواجهة الحياة أي تساعده على مواجهة الحياة. طب عكس تعينه إيه؟ عكس تعينه تخذله، عكس تعينه تخذله. يبقى الكاتب هنا بيقول لنا إن فيه أو إن الإنسان بيواجه في مراحل حياته العديد من الصعوبات والمشكلات. واجب الإنسان نحو هذه الصعوبات والمشكلات ألا يستسلم لها. ليه؟ لأنه يرغب في المستقبل، يرغب في تحقيق أهدافه. لابد أن لا نستسلم لهذه الصعوبات، بل نقف أمامها ونقاومها، لأننا نحلم بالنجاح. فهدف الإنسان من الحياة هو النجاح، هدف الإنسان من الحياة هو النجاح. جينا شفنا معاني الكلمات. لو حبينا نضع فكرة على الفكرة اللي احنا قرأناها دي، ممكن نقول إن أول فكرة ألا وهي النجاح هدف الإنسان. دي أول فكرة بنتكلم عنها، إن النجاح هو هدف الإنسان في هذه الحياة. طب لو جينا نحط مع بعض هنا مجموعة أسئلة على الفكرة اللي قرأناها دي، ممكن أول سؤال نقول ما الذي يواجه الإنسان في مراحل حياته؟ ما الذي يواجه الإنسان في مراحل حياته؟ أيوة أحسنت، يواجه الإنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة. يبقى ما الذي يواجه الإنسان في مراحل حياته؟ عقبات كثيرة. طيب ما واجب الإنسان نحو هذه العقبات؟ أو كيف يتصرف الإنسان في العقبات التي تواجهه؟ يعمل إيه؟ أيوة عليه ألا يستسلم لها، عليه ألا يستسلم لها. ممكن برضو نسأل سؤال تاني ونقول ما هدف الإنسان من الحياة؟ إيه هو هدف الإنسان من الحياة؟ أيوة هدف الإنسان من الحياة هو النجاح، هدف الإنسان من الحياة هو النجاح. تمام، نيجي نشوف بقى بعد كده العناصر الستة وهم مفتاح النجاح الحقيقي. هم إيه بقى؟ أول حاجة ناخدها كده مع بعض. أول حاجة الثقة بالله والثقة بالنفس. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله ولا يستهين بنفسه أو بالناس، لأن الإنسان طبع على الخير. أول مفتاح معانا هو الثقة بالله والثقة بالنفس. يعني إيه الثقة بالله؟ الثقة أي الإيمان،
الثقة أي الإيمان. طب عكس كلمة الثقة الشك، عكس كلمة الثقة الشك. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله. فلا يقنط، يقنط يعني ييأس، يقنط يعني ييأس، وعكسها يأمل، عكس يقنط يأمل. طب معنى يقنط إيه؟ ييأس. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله ولا يستهين بنفسه أو بالناس. يستهين أي يستخف، يستهين معنى كلمة يستهين يستخف. طب عكسها إيه؟ عكسها يقدر، عكسها يقدر. يبقى واحد بيستهين يعني يستخف بالناس، عكسها يقدر، يقدر الناس يعني بنفسه أو بالناس. لأن الإنسان طبع على الخير، طبع أي خلق، طبع أي خلق. يبقى أول مفتاح معانا هو الثقة بالله والثقة بالنفس. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله، لابد للإنسان ألا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. ولا يستخف بنفسه أو بالناس، ما يقللش من قيمة نفسه أو يقلل من قدر الناس. ليه؟ لأن الإنسان خلق على الخير، طبيعة الإنسان هنا اللي اتخلق عليها هي الخير. يبقى أول مفتاح الثقة بالله والثقة بالنفس. طيب لو جينا هنا سؤال على القطعة دي أو على الفكرة دي وقال لي كيف تكون الثقة بالله؟ ازاي الثقة بالله تكون؟ هنقول ألا يقنط الإنسان من رحمة الله ولا يستهين بنفسه أو بالناس، لأن الإنسان طبع على الخير، لأن الإنسان طبع على الخير. تاني مفتاح معانا ألا وهو التواضع، تاني مفتاح معانا التواضع. فمن تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس، ومن تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه. طبعا بيقول لنا هنا ان التواضع يعني معنى التواضع هو عدم التكبر او عدم الكبر. فمن تواضع لله ارتفعت منزلته، الذي يتواضع لله سبحانه وتعالى ترتفع مكانته في النفوس، منزلته اي مكانته. الذي يتواضع لله سبحانه وتعالى، والتواضع دائما لله سبحانه وتعالى، ترتفع منزلته اي ترتفع مكانته وتعلو مكانته في النفوس. طب ومن يتكبر بقى؟ الذي يتعالى، تكبر اي تعالى، الذي يتعالى ايه اللي بيحصل له بقى؟ العكس، هانت صورته في العيون وخسر نفسه، هانت صورته اي ضاعت منزلته ومكانته. الانسان الذي يتواضع لله ترتفع مكانته في النفوس، الانسان الذي يتكبر فانه سوف يخسر مكانته ومنزلته في العيون ويخسر نفسه. طبعا خسر عكسها كسبا، خسر عكسها كسبا. يبقى تاني اول مفتاح معانا هو الثقه بالله والثقه بالنفس. فلا يقنط الانسان من رحمه الله ولا يستهين بنفسه او بالناس، لان الانسان طبع على الخير. تاني مفتاح معانا هو التواضع، اي الذي يتواضع، من تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس، ومن يتكبر تضيع منزلته ومكانته في العيون ويخسر نفسه. تاني مفتاح معانا الا وهو المسؤوليه، المسؤوليه. يعني ايه المسؤوليه؟ اذ ان لكل فرد من أفراد المجتمع مسؤولية عليه أن ينهض بها وألا يقصر في أدائها. كل واحد مننا في المجتمع عنده مسؤولية، الطالب عنده مسؤولية، إيه هي مسؤولية الطالب؟ إن هو يذاكر وعشان ينجح. طيب إيه مسؤولية ولي الأمر أو الأم؟ إن هي تهتم بابنها أو هو يهتم بابنه. كل واحد مننا عنده مسؤولية، المعلم إيه مسؤوليته؟ مسؤوليته إن هو يروح يعلم الطلاب ويقول لهم على الحاجات اللي ناقصاهم عشان يقومهم ويقدروا إن هم يبقوا كويسين وينجحوا. كل واحد مننا في المجتمع عنده مسؤولية، إذ إن لكل فرد من أفراد المجتمع مسؤولية، كل واحد مننا من أفراد المجتمع عنده مسؤولية، عليه أن ينهض بها، ينهض أي يقوم، ينهض يعني يقوم، كل واحد مننا عنده مسؤولية يجب أن ينهض بها، يعني يجب أن يقوم بها، وألا يقصر في أدائها. يقصر يعني يتهاون، يقصر يعني يتهاون. كل واحد مننا عنده مسؤولية، لابد أن احنا نقوم بالمسؤولية دي على أكمل وجه، وألا نتهاون في أدائها. ما ينفعش أن احنا نعمل حاجة نتهاون في أن احنا يعني إيه نعملها، يجب علينا ألا نتهاون في أدائها. يبقى يقصر يعني ألا يتهاون. طيب رابع مفتاح معانا وهو المهارة. نيجي بقى للرابع عنصر من عناصر النجاح ألا وهو المهارة. فالناجحون ماهرون في أعمالهم، يكونون دائما على أتم الاستعداد لدخول أي تجربة ومواجهة أي صعوبة، ويتميزون بقدرة فائقة على قبول كل جديد وعلى تغيير كل قديم. تكون هناك ضرورة لتغييره ويؤدون عملهم على أحسن صورة ويكونون منتجين. نيجي رابع مفتاح هو المهارة. بيقول لنا هنا ان الناجحون دائما ماهرون، ماهرون اي بارعون، الناجحون بارعون في اعمالهم. الناجحون دائما بيكونوا عندهم
استعداد ان هم يدخلوا اي تجربه جديده وان هم يواجهوا اي صعوبه في اي وقت، ما عندهمش اي مشكله خالص لانهم يتميزون بالمهاره، عندهم المهاره في حل المشكلات وعندهم المهاره ان هم يقدروا يواجهوا اي صعوبه بتقابلهم، كمان عندهم القدره على قبول كل جديد، ممكن يقبلوا اي حاجه جديده منك وعلى تغيير كل قديم، بس القديم ده لازما او يجب ان تكون هناك ضروره لتغييره، مش اي قديم ممكن يغيره كده وخلاص، لا، في حاجات ثوابت معروفه ما ينفعش ان احنا نغيرها، وفي حاجات ممكن ان احنا نغيرها عادي. فالناجحون عندهم المهارة دايما في كل الكلام ده. يبقى الناجحون دائما او الناجحون ماهرون في اعمالهم. لما نيجي نحفظ الحتة دي او نشرحها بنقولها على عدد من النقاط. اول حاجة ان الناجحون ماهرون في اعمالهم، تاني حاجة انهم بيكونوا على اتم الاستعداد لدخول اي تجربة ومواجهة اي صعوبة، يتميزون بقدرة فائقة على قبول كل جديد وعلى تغيير كل قديم هناك ضرورة لتغييره. مش بس كده، ده كمان بيؤدون عملهم على احسن صورة. لو جيت كلفتهم بعمل معين بيقوموا بيه، مش بس بيقوموا بيه بس، لا، ده بيقوموا بيه على احسن صورة لانهم يتميزون بالمهارة، وكمان بيكونون منتجين، يكونون منتجين وكمان بيأدوا العمل ده ويكون انتاجهم كمان كويس جدا جدا جدا. يبقى لو جينا حطينا سؤال على الفقرة دي وقلنا المهارة من أهم عناصر النجاح، وضح ذلك. المهارة من أهم عناصر النجاح، وضح ذلك. هنقول إن الناجحون ماهرون في أعمالهم، يكونون دائما على أتم الاستعداد لدخول أي تجربة ومواجهة أي صعوبة، لديهم القدرة على قبول كل جديد وعلى تغيير كل قديم، يؤدون عملهم على أحسن صورة ويكونون منتجين. ده بالنسبة للمهارة. نيجي الخامس مفتاح معانا ألا وهو الإبداع. الإبداع أي الابتكار او الاختراع او الانشاء، كل دي معنى كلمة الابداع. الابداع اي الاختراع والانشاء والابتكار. طب عكسها ايه؟ عكس كلمة الابداع التقليد او المحاكاة. عكس كلمة الابداع التقليد او المحاكاة. نيجي نشوف بقى الابداع. فالناجح يملك دوما قدرة على الابتكار والابداع. الناجح دايما عنده القدرة ان هو يبتكر وان هو يبدع، مش مجرد ان هو يشوف حاجة فيروح يعمل زيها ويقلدها، لا، احنا ما بنقلدش. انا لو انسان ناجح، انسان مبدع، عندي المهارة، يبقى دايما بيكون عندي القدرة ان انا ابدع وابتكر، مش مجرد ان انا اشوف حاجة فقلدها وخلاص. يبقى الناجح لديه قدرة على الابتكار والابداع. الابتكار طبعا يعني الابداع او الاختراع. فلا يفكر الا في كل جديد ولا ينشغل الا بكل مفيد. الناجح ما بيفكرش غير في كل حاجة جديدة، ما بيفكرش. مش احنا قلنا ان الناجح هنا ما عندوش حاجة اسمها تقليد، دايما مبدع ودايما بيبتكر، يبقى دايما مش هيفكر غير في كل جديد، وطبعا مش هينشغل الا بكل مفيد. عمره ما يفكر في حاجة هتكون مش مفيدة، ما هو مش هيضيع وقته على حاجة مش هتناسبه ومش هتفيده. يبقى الابداع، يملك الناجح دوما القدرة على الابداع والابتكار، عنده دايما القدرة ان هو يخترع ويبتكر، فلا يفكر الا في كل جديد ولا ينشغل الا بكل مفيد. لو حطينا هنا برضو سؤال على الفكرة دي هنقول الابداع من اهم عناصر النجاح، وضح ذلك. الابداع من اهم عناصر النجاح، وضح ذلك. هتقول لي ان الناجح يملك دايما القدرة على الابداع والابتكار، فلا يفكر الا في كل جديد ولا ينشغل الا بكل مفيد. نيجي لاخر عنصر واخر مفتاح من مفاتيح النجاح، الا وهو الاصرار. يعني ايه كلمه الاصرار؟ الاصرار اي الثبات. الاصرار اي الثبات. طب عكسها ايه؟ عكسها التردد. الانسان الناجح بيكون لديه القدره على او بيكون لديه ميزه الاصرار، يعني الثبات، بيثبت على موقفه ما بترددش، ما عندوش شك. فالناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب. الناجح لا يتردد اي لا يتراجع، يتردد يعني لا يتراجع في اتخاذ القرار الصائب. الصائب يعني الصحيح. دايما الناجح ما بيتراجعش او ما بيترددش في اتخاذ القرار الصحيح، هو عارف ان القرار ده صح عشان كده بيمشي فيه وبيحققه، ما بيبصش وراه ولا بيتراجع ولا بيكون عنده شك، وانما يمضي قدما في تنفيذه واثقا بقدرته على الوصول الى هدفه. يمضي قدما اي يتقدم الى الامام في تنفيذه. ما احنا قلنا ان الناجح لا يتردد، ما بيتراجعش، يبقى عشان كده هيمضي قدما في تنفيذه، هينفذ القرار اللي هو خده، لانه عنده اصرار، عنده ثبات، عنده عزيمه، عنده ان هو ما بيتراجعش في القرار اللي هو خده، لانه عارف اهميه القرار اللي اخده ده وان هو فعلا صح، لان الناجح لا يأخذ إلا القرار الصائب والصحيح. لا تقف طموحاته عند حد. طموحاته أي آماله، طموحاته أي آماله، طموحاته أمانه ما بتقفش عند حد. لماذا؟ عشان إيه؟ أيوه، لأنه يملك روح أو روح المنافسة والتحدي. لأنه يملك روح التحدي والمنافسة، عشان دايما هو عنده روح التحدي والمنافسة. المنافسة بمعنى المسابقة. دايما الناجح عنده قدرة أو عنده روح أنه يتحدى نفسه
وان هو يسابق نفسه في عمل القرار الصائب او في اتخاذ القرار الصائب. يبقى الاصرار يعني الثبات. الناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وانما يمضي قدما في تنفيذه. الناجح لا تقف طموحاته عند حد معين لانه يملك روح التحدي والمنافسه، لانه دايما عنده روح ان هو يتحدى نفسه وكمان بينافس نفسه وبينافس الغير. لو جيت قلت لك كده سؤال برضو على الفكره دي او المفتاح ده، الاصرار من اهم عناصر النجاح، وضح ذلك. تقول لي ان الناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وانما يمضي قدما في تنفيذه. لما اجي اقول لك لماذا لا تقف طموحات الناجح عند حد، هتقول لي ايوه لانه يملك روح التحدي والمنافسه. لو جينا نحط فكره ثانيه للقطعه او للكلام اللي احنا قراناه ده، ممكن نقول ان ثاني عنصر معانا او تاني هدف معانا هو عناصر النجاح. طيب نقولهم مع بعض عناصر النجاح. اول حاجة او اول عنصر نقولهم كده مع بعض، الثقة بالله والثقة بالنفس، ده اول عنصر. تاني عنصر هو التواضع، الثقة بالله والثقة بالنفس. اثنين التواضع. نمرة ثلاثة المسؤولية، نمرة ثلاثة المسؤولية. نمرة اربعة المهارة، اربعة المهارة. نمرة خمسة الابداع، نمرة خمسة الإبداع. نمرة ستة الإصرار، نمرة ستة الإصرار. بعد أن انتهينا من شرح الدرس ومعاني المفردات وبعد الأسئلة الهامة على الدرس، سوف نقوم بتطبيق جانب من القرائية على درس مفتاحه النجاح. نيجي أول سؤال، حلل إلى مقاطع صوتية. جايب لي نمرة ألف كلمة التواضع، التواضع. طيب عشان نحلل الكلمة دي نركز كده مع بعض. هنا قبل ما نحلل، حرف التاء هنا عليه ايه؟ ملاحظين ان هو عليه شده، يبقى معنى كده ان حرف التاء هنا كام تاء؟ اثنين. الاولانيه التاء الاولى بتكون ساكنه والثانيه التاء الثانيه بتكون متحركه. لما نيجي نحللها بالالف واللام والتاء الاولانيه مع بعض، التاء الثانيه مع بعض لوحدها، نيجي للواو، الواو هنا عليه فتحه بيجي لوحده طبعا مع حرف المد، التاء و الضاد لوحدها والعين لوحدها، لان الضاد هنا عليها ضمه والعين كمان عليها ضمه. نيجي لتاني كلمة يستسلم، يستسلم. نركز كده الياء والسين، لأن السين عليها سكون واحنا عارفين إن الحرف الساكن بيجي مع الحرف اللي قبله، والتاء وبعد كده السين برضه لأن السين عليها سكون برضه بتيجي مع الحرف اللي قبله، واللام بتاخد مقطع لوحدها والميم كمان بتاخد مقطع لوحدها لأن اللام تحتها كسرة والميم عليها ضمه. نيجي بعد كده لكلمة الإبداع، الإبداع. ألف واللام لوحدها طبعا لأن الهمزة تحت عليها كسرة، وبعد الهمزة هنا حرف الباء عليه سكون، السكون بيجي مع الحرف اللي قبله، يبقى الإب. الدال معاها الألف المد لأن الألف المد أو حروف المد بتيجي مع الحرف اللي قبلها برضه، وحرف العين بيكون في الآخر، الإبداع. طيب نيجي بعد كده أكمل شبكة المفردات الآتية، وجايب لي هنا في الشبكة نيجي لكلمة النجاح، وعايزين نكمل هنا شبكة المفردات. طبعا بنجيب هنا الحاجات الخاصة بالنجاح، الحاجة الخاصة بالنجاح. احنا خدنا طبعا من عناصر النجاح ستة، ألا وهم أول حاجة لو كتبنا الثقة بالله والثقة بالنفس. تاني عنصر من عناصر النجاح التواضع. تالت عنصر المسؤولية. رابع عنصر المهارة. عنصر الخامس الإبداع. واخر عنصر معانا الاصرار. يبقى لما يجي لي شبكه مفردات عن النجاح او عناصر النجاح نكتب له عناصر النجاح السته اللي اخذناهم في درسنا مفتاح النجاح. نيجي بقى نكمل نمره جيم، حدد معنى كلمه طبع في الجملتين. الجمله الاولانيه طبع الانسان على الخير، طبع الانسان على الخير. طبعا طبع الانسان على الخير يعني خلق، طبع اي خلق، خلق الانسان على الخير. طبع الكتاب في المطبعة، طبعا طبع هنا مش معناها خلق برضو، لا، طبع الكتاب في المطبعة أي نسخ، يعني الكتاب اتنسخ، وده طبعا جزء من المعاني المتعددة، يعني ممكن الكلمة الواحدة يكون لها أكتر من معنى على حسب السياق بتاع الجملة اللي جايين فيه. هنيجي بقى لآخر حاجة معانا نمرة دال، أكمل خريطة الكلمة، وجايب لي هنا كلمة يقنط، جايب لي هنا كلمة يقنط. هنجيب المعنى وهنجيب المضاد وهنجيب النوع والجملة. طبعا يقنط زي ما احنا فاكرين قلنا معناه ايه؟ ها احسنتم، يقنط معناه ييأس، ييأس، يقنط معناها ييأس. طب عكسها ايه؟ ايوه عكسها يأمل، عكسها يأمل. طب يقنط ده اسم ولا فعل؟ قلت لك كده الف ولام، اليقنط؟ لا مش حاجة اسمها اليقنط، يبقى نوعها فعل.
طب عايزين نحطها في جملة. طبعا بنلتزم بالجملة عشان ما نغلطش، نلتزم بالجملة اللي موجودة عندي في الكتاب أو في الدرس، اللي هو يجب ألا يقنط الإنسان من رحمة الله. وفي النهاية أرجو أن أكون قد وفقت في شرح درس مفتاح النجاح، وندعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.